بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه، وهذا رابع وآخر درس لنا في السلسلة. وفي درس اليوم بنتكلم عن الكرات النارية اللي لازم يتجنبها اللاعب. نفتح اليونيتي وزي ما تشوفون هذا آخر شيء سويناه، تحكم باللاعب وتجميع الكوينز. وأول خطوة في درس اليوم نسوي الكرة نفسها النارية، Game Object 3D Object Sphere. نضغط R Scale Tool، نصغرها شوية، بعدين نضيف لها الماتيريال. نروح عند Assets Materials Material، نسميها Fireball، نختار اللون الأحمر، نسحبها بس لين هنا وتلونت. Component Physics Rigid Body، زي ما انتم شايفين صار فيها فيزياء تنسحب الى تحت، جاذبية. واخر خطوة نضيف لها تاج نسميه فاير. نرجع ثاني مرة نختار فاير، وبكذا خلصنا من الكرة، نسميها بس فاير بول. واخر خطوة نسوي فولدر جديد او مجلة جديد نسميه بريفابس. اذا ما تعرفوا ايش البريفابس، بحط رابط تحت في الديسكريبشن عن درس عن البريفاب سويته. نسحبها بس الين داخل المجلد، صار عندنا بريفاب. وبعد ما خلصنا من كرة النار نسوي الصندوق اللي يرمي هذه الكرات. نسحبها شوية ونبعدها، طبعا هذه ما لها فايدة، مجرد شكل. فوق والكرة ما بنحتاجها لأنها صارت بريفاب. نسميها سباونر، نضيف سكريبت نسميه سباونر برضه، دبل كليك وضغطتين على السكريبت عشان يفتح. اول متغير public rigid body بيكون البريفاب الاوبجكت اللي نبغى نرميه اللي هي الكورة، نسميه fireball. متغير ثاني public float wait time، هذا متغير بنحفظ فيه قيمة الوقت اللي ما بين الرمية الأولى والرمية الثانية. ثالث متغير بيكون private، من نوع float نسميه timer، هذا بيكون العداد اللي يعد كل ثانية عشان نرمي الكرة اللي بعدها. في دالة الابديت void update نقول if timer كان، اذا كان اكثر من صفر timer minus equals time dot delta time. باختصار هذا السطر معناه انه نقص في كل ثانية واحد، كأنه عدد تنازلي يعني. واذا كان التايمر اقل منه ويساوي 0.0 spawn fire. طبعا بيكون باللون الاحمر لانه الدالة ما هي معرفة، نسويها هنا spawn fire. نكتب instantiate، instantiate معناه تاخذ اي prefab وتستدعيه في المرحلة. نكتب fireball هذا المتغير، والposition البوزيشن او الموقع للسباونر الصندوق اللي سويناه، روتيشن كواتيريان دوت ايدنتيتي ياخذ الروتيشن او الدوران نفسه من غير ما يغيره. سوي سيف
لا ننسى نسوي ريسيت للتايمر، لأنه استدعيناه لما كانت التايمر بصفر نستدعي هذه الدالة. بعدين نرجع التايمر إلى الويت تايم. نجرب اللعبة. أول شيء نختار البريفاب من هنا، نسحبها. وقت الانتظار ثانية مثلا، زي ما انتم شايفين السباونر او الصندوق هذا يعيق عن الحركة. نحذف البوكس كولايدر، ريموف كومبوننت، نجرب مرة ثانية. اوكي، لكن نحتاج انه يرميها بقوة عشوائية، مرة يرميها يمين مرة شمال. فنرجع مرة ثانية نقول له ريجيد بودي اف بي اللي الفاير بول اختصار، يساوي انستانشيت معلش نسيت الدي. لما يرمي الكرة هذه الدالة تستدعي الكرة في المرحلة، ونحن نبغى نحتفظ بهذه المعلومات لكل كرة تترمي عشان نتحكم فيها بعدين، فنحفظها داخل هذا المتغير من نوع ريجيد بادي واسمه اف بي، عشان بعدين نضيف له الفورس او القوة. نكتب اف بي دوت اد فورس زي ما استخدمناها مع اللاعب. فيكتور 3 نيو فيكتور 3، بعدين عندنا الاكس والواي والزد. بما انه نبغى نرميها بشكل عشوائي نستخدم دالة الراندم، راندم دوت رينج مدى، اقل قيمة مثلا سالب 100 واكبر قيمة موجب 100. ناخذها نسوي لها نسخ وبيست هنا وهنا. نجرب مرة ثانية زي ما انتم شايفين يرميها بشكل عشوائي، مرة هنا مرة هنا. عشان يزيد القوة نرفعها شوية او نضربها في النهاية ضرب 10. زي ما شفتوا رماها بشكل اقوى. اخر خطوتين، الاولى اللاعب يخسر منها، والثاني خطوة نخلي الكرة تختفي بعد ثانية او ثانيتين مثلا. نرجع عند البلاير، بلاير موفمنت دبل كليك، زي ما سوينا اخر مرة مع الكوين نفس الشيء، كوبي بيست، نقفل القوس. اذا كان التاج فاير ترانسفورم دوت بوزيشن يساوي نيو فيكتور 3 0 والواي 1 0. نجرب بكل بساطة. السطر هذا اللي يسويه يرجع احداثيات، يغير احداثيات اللاعب بس. اول ما يلمس الكرة يرجع لمكانه. شفتوا اول ما المس الكرة رجعني. الكرة تبقى وما تنمسح، نبغاها تجلس بس ثانية. نضيف سكريبت جديد نسميه destroy after. دبل كليك. نقول له destroy game object بعد فترة من الزمن time، طبعا بتكون حمراء لانه المتغير ما هو معرف لسه. نسميه public float time. زي ما انتم شايفين طلع لنا هنا فراغ نكتب فيه، نكتب مثلا 1
يعني بعد ثانية تدمر الكرة. شوفوا هاي فاير بول كلون تختفي تختفي. نزود الوقت نخليها مثلا ثانيتين ونص. حبة تجي حبة تروح، حبة تجي حبة تروح. ناخذ السباونر هذا كوماند دي او كنترول دي، نسوي دوبليكيت دوبليكيت ودوبليكيت. وبكذا خلصنا سلسلة دروسنا، ان شاء الله استفدتوا منها. ولا تنسوا اذا عجبتكم انشروها مع غيركم عشان الكل يستفيد، واذا عندكم اي اقتراح اكتبوه تحت في التعليقات. ان شاء الله اشوفكم تبدعون اكثر واكثر وتسوون العاب، وهذه مجرد البداية يعني، وان شاء الله مع بعض خطوة بخطوة نوصل للقمة. كان معكم عمر بالفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.